السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله الوالده غدير معكم البطبوط والشحمه على الطريقه ديالها عندنا في المقادير. سلام امي. سلام. غديري البطبوط؟ غندير البطبوط بالشحمه. اييه غندير نقرض البصله المفريع تاع الثومه. البصلة على القدر اللي بغيتي ديري. هذا الربيع تا هو القدر اللي بغيتي ديري. اها. بسم الله. هذه الشحمه على القدر تا هي اللي بغات ديري. اها. هذه الشحمه ديال الكلوه مطحونه ولا ديال الدوار؟ لا ديال الكلوه المطحونه ديال الحولي ديال العيد. طحناها وكنديرها في الثلاجه وقت الويكس كنجبدها كنطحنها ونوجدها ونخليها ونهار نكون ندير البطبوط كنديرها. والعطريه البصله العطريه شويه. هنا درتي الزعفران ديال البكيه الملون شويه باش كيعطي اللون. هنا شويه البزار عويش نص عويش صغير ديال البزار باش ما يجيش حار. باش ما يجيش حار. كاين اللي بغى يدير الحار يدير حتى السودانيه ويدير البزار يكثر. هادي كامون هو حار كيجي زوين، غير حنا مع الدراري ما كيبغيوش لينا الحار. هذا الكامون كديري جوج عواشق صغار. كمون خرقوم ملون الكمون البزار البزار. هذه تحميره تحميره حتى هي باش يجي البطبوط احمر ومزيان. معلقه ثلاث جوج ثلاثه باش يجي البطبوط احمر وزين. هذه الملحه عينك ميزانك على قد القوام باش ما يجيش مالح ما يجي مسوس. هذا سكين جبير هو ديري منه معلقه صغيره. عاد كنخلطو. كتخلطي بشويه الزيت كتخلطي بشويه الزيت. نخلطو بشويه الزيت باش يجي البطبوط بنين وزين. حيت الشحمه والبصله والعطريه كلشي ناشف بحال كتسردي شويه بالزيت. صافي وتخلطي العناصر كامله. كنخلطوهم عاد كنعجنوا العجينه نديرو فيها الخميره. صافي دابا ندوزو ان شاء الله للطريقه ديال العجينه. ان شاء الله كنعجنو. وقلتي لي امي اللي بغى المسخن كيديرهم. اللي بغى المسخن يديرهم، اللي ما بغاش ما يديرهمش. في وقت البرد راه الناس كيبغيو فيه المسخن كيديروا المسخن، اللي كيبغيهم اللي ما كيبغيهمش راه ما غاديش يديرهم طبيعي الحال. المسخن وديك شي يقولوا ليها العطريه ديال الصحراوه. عطريه الصحراوه هذيك كاين اللي كتوفر لي وكاين اللي ما كتوفرش لي. كتكون فيها البصله كارمه وفيها هذيك ورقه سيدنا موسى و انا كتبقى عندي من العيد هي هي والمساخن كنبقى محتفظه عليهم حتى نكمل الشحمه ديال العيد. ايوا بغيت ندير المساخن كنديرهم معاه. ريحته تبارك الله عاطيه باقي كاع ما طاب. سبحان الله كتخلط هاد العطريه كتعطي واحد الريحه بشكل سبحان الله. كيجي زوين ملي كتخبزيه كيجي مدهون وزوين بحال دهناه بالزبده البلديه. دابا امي غادي تعجني العجينه. هي شنو درتي تما؟ الفورس. الفورس على حسب الاشخاص. على حسب اللي بغيتي ديك المقدار اللي بغيتي تخرجي يا 10 يا 12 يا المهم كيبقى حسب الافراد ديال العائله. واش باغا تعجني بزاف ولا شويه؟ تزيدي عليها شويه الفينو باش يجي. انت ما درتيش الفينو درتي الدقيق كامل ديال النخاله. الدقيق كامل هذاك الشيء اللي درت. اه شويه الملح على قد العجينه.
والخميره. خميره خميره اللي بغيتي ديري يا الوالده دارت الحبيبات، نتوما اللي عندكم المعجونه ديروا خميره معجونه اللي متوفر ديروه. آه كلشي كيخمر. الخميره اللي بغيتي ديريها اللي كتخمر وصافي، يا الحبيبات يا المعجونه. دابا غادي تعجنها وتخليها ترتاح. غنعجنها وغاد نلولها، عاد نبدا نعمر من بعد بقاو معانا عندي. كتخليها ترتاح شويه عاد كتلول بها ولا كتلول بها ديريكت؟ لا كنخليها ترتاح واحد شويه عاد نلول بها ترخف. ترخف على حساب التعمار. صافي ان شاء الله وندوزو للتعمار. تابعوا معنا الفيديو حتى الاخير. دابا ارتاحت لك العجينه وبديتي كتلول بي فيها. اه بديت نلول بها شويه ترخف، نلول بها ثاني ونحط ونبدا من الاولى حالا خمرات الخميره الاولى. يا لالا وصلت على نبي، جينا كتبان طياتها مزيان شفتو كيف ما وراتكم الوالدة المطبوط على الطريقة ديالها، هانتوما كيفاش كتشوفو، كيف ما كتشوفو جا زوين وجا مرق مفيه تا شي تعقيدات، وراتكم جميع المراحل حتى تجربوها ان شاء الله. هانتوما كيفاش كيجي مقبول من داخل، كيجي خفيف وما تنساونيش من ابوني ومن جيم ومن كومونتير. الله يجازيكم وشكرا.